الجيوب الأنفية والرشح وعلاقتها بالسحر. صلوا على رسول الله. راح أعطيكم علامات السحر المشموم. طبعا هذه العلامات إذا موجودة عندكم فهذا أعراض سحر مشموم، ما هو أعراض جيوب أنفية ولا أعراض رشح مزمن ولا أعراض تحسس ولا شيء. وفي كثير من الناس سووا عمليات وما استفادوا. أولا كثرة السيلان بالأنف، يصير عندك سيلان بالأنف، حكة بالأنف وبالعيون وإحمرار، ألم في الناصية، حكة بسقف الحلق، ودائما يجيك عطاس، مثلا تعطس 20 مرة 30 مرة أو 15 مرة 10 مرات 7 مرات تعطس كتير. دائما خشمك، الخشم يفتح طرف ويسكر طرف، يجيك رشح، مثلا تقعد الصبح تلاقي حالك مرشح، الظهر يروح الرشح، الرشح بيجي يومين ثلاثة يا جماعة. دائما عندك ضيق نفس وتشم روائح غريبة بدون سبب، بدون سبب. دائما يجيك صداع في الرأس، عندك وجع رأس وما بتلاقي له حل. طبعا هذه كمان من أعراض السحر المشموم. دائما لما تشم رائحة عطر أو حريق أو شيء تتغير ويصير عندك تغير في المزاج. طبعا أو دائما يجيك أحلام بالحريق، أحلام أنك مثلا في وسط الدخان، أحلام أنك تشمشي. هذه أعراض السحر المشموم. موجودة عندكم إلا لا اكتبوا لنا بالتعليقات. كيف أعالج السحر المشموم؟ بتجيب طنجرة وعاء بتحط فيه لتر ماء، لتر ماء تقرأ عليه آيات أبطال السحر، وبعد قراءة عليه آيات أبطال السحر ما بعرف أقرأ سورة الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، اللهم أبطل كل سحر مشموم. نفترض هذه الطنجرة، نفث 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 على الماء، وبعدها نغلي الماء، نغليه ونحط فوق الماء حبتين روح النعناع. طبعا روح النعناع بعد ما تغلي الماء تطفي، تحته تحط روح النعناع وتجيب بشكير، تحط الطنجرة أمامك وتصير تستنشق هذا البخار الخارج من الماء، تستنشق لمدة نصف ساعة، أثناء الاستنشاق شهيق تقول اللهم ابطل كل سحر مشموم، زفير شهيق اللهم ابطل كل سحر مشموم، شهيق وزفير لمدة نصف ساعة، وراح تدعو لي بإذن الله سبحانه وتعالى. واسمع رقية السحر المشموم بقناتي على اليوتيوب، رقية السحر المشموم محب السنة، بتلاقوها بقناتي حياكم الله. لا تنسونا من المتابعة ودعم هذا الفيديو، حياكم الله.